يا استطيع ان يحقق المراد بفوزه بهذا السباق. بطل من جامعه مولاي اسماعيل. مدار السباق ودائما بوسليخ العزيز رئيس الجامعه الدوليه ديال اكادير. هذا السباق لهذا الدوره الثالثه ديالو ديال السباق ديال 10 كيلومتر ديال اكادير هذا العام بالمناسبه ديال المسيره الخضراء اللي فيه مشاركه ديال 30 دوله اللي شفت فيهم 18 دوله افريقيه واوروبيه. وهذا السباق حنا تنديروه وتمشي بقاو نديروه كل سنه. هو ناجح بجميع المعايير ديال السباقات الدوليه. اول بسم الله الرحمن الرحيم. شمال اسماعيل مدير السباق الدولي ديال اكادير جائزه الكبرى الدور الثالثه. انا جيت سعيد اليوم بالمشاركه الدوليه الكبيره والتنظيم كان في المستوى كبير. يعني هذا اللي نقدر نقول في الدور الثالثه. وكان نظموا هذا السباق الدولي بمناسبه المسيره الخضراء. هذا الشيء اللي نقدر نقول. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عارف عبد الكريم رئيس فريق الرجاء البيضاوي ممثل عصبة الدرجة الكبرى. انا حاضر اليوم باش نشجع الجامعه الدوليه لمدينه اكادير اللي في الحقيقه كنحترمها على المجهود اللي كتقوم به ولا السباق الدولي اللي تيعملوه. وكنشد بيد بحراره على السي الشمالي المنظم لهذه التظاهره مع الاستاذ عزيز بوستيخان اللي في الحقيقه اللي كيقوموا بواحد العمل جبار في هذه المدينه الجميله اللي كتحتاج لهذه التظاهرات الدوليه اللي كتقوم بواحد الاشعاع للرياضه على الصعيد الوطني والدولي. وبالمناسبه كنشكر فريق الوداد البيضاوي اللي حمر وجه المغاربه وفاز بالبطوله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا البطل هشام امغار بطل عالم للجامعين في العدو الريفي في ايطاليا وبطل سباق بنكرير وكذلك عدد من السباقات الدوليه وخاصه على مستوى الجامعي وعلى مستوى الدولي. هشام امغار اليوم استطاع انك تفوق على احسن العدائين من بين الاصدقاء ديالك اللي هو مصطفى العزيز كنعرفو مصطفى العزيز ومحمد الزياني وحسن طوريس فا والكيني كذلك والاثيوبي ميزيرات ارغان اللي كيتوفروا على احسن توقيت. اليوم صار تفوز بالرتبه الثالثه وتحافظ على اللقب المغربي بعد ما كان الفوز من نصيب محمد الزياني خلال الدوره الثانيه والاريتيري زيرزيراي تاديسي في النسخه الاولى. اذا هشام امغار مرحبا بك. شكرا جميعا. ضروري ضروري. اذا هشام امغار الفائز بالنسخه الثالثه، فاي تقييم لهذا السباق والنسخه الثالثه اللي كتجسد واحد احتفال بالذكرى 42 لانطلاق المسيره الخضراء المضافره. الجامعه الدوليه اخذت على العهد ديالها والعاتق ديالها ان الشعار ديالها هو الاستمراريه في تنظيم هذا السباق في نفس المكان ونفس الزمان واستحضارا لذكرى غاليه على المغاربه من طنجه للكويره وبالدول الافريقيه اجمعين. بطبيعه الحال هي الذكرى 42 لانطلاق المسيره الخضراء. هشام امغار، اي تقييم على مستوى التقني وعلى مستوى التنظيمي وكذلك على مستوى الابطال اللي شاركوا في هذا السباق؟ السلام عليكم. هشام امغار من عين تاوجداد. اولا تنبغي نشكر الجامعه الدوليه يونيفرسيا بولي على هذه المبادره اللي هي خطوه لتشجيع الرياضه الجامعيه على المستوى الوطني والمستوى الدولي والتعريف بالرياضه الجامعيه على المستوى العالمي كذلك. فبالنسبه للتنظيم كان تنظيم جيد. مدار السباق يعني كان من المدارات القويه يعني اللي تسجل ارقام قويه على المستوى الوطني والمستوى العالمي كذلك. وشكرا. طبعا الحال 10 كيلومترات مدار محمد الزياني من نادي اولمبيك تيرا.
الحمد لله السباق كان في المستوى وكانوا العدائين في المستوى من ابرز العدائين المعروفين على الصعيد الوطني، والحمد لله تمكننا ندير نحصل على الرتبه الثانيه. الحمد لله انا فرحان بهذه النتيجه وكنتمنى ان شاء الله نمشي في المسار الصحيح، والتنظيم حقيقه كان في المستوى وكنتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح ان شاء الله لهذا السباق ان شاء الله. بالنسبة للعشر الأوائل هناك جوائز نقدية هامة بالنسبة للعشر الأوائل ذكور وإناث مناصفة بين الذكور والإناث. إذن بعد صورة تذكارية سننتقل مباشرة إلى فئات الإناث. غلاديس سياتشور كينيا، إيتالا مويز إليك إثيوبيا، فيزا بشار عضو الجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة. الرتبة مصدق الكاتب العام لعصبة جهة الدار البيضاء للألعاب قيم، وننادي كذلك على السيد عزيز حراري. اسماعيل بوسليخن يسلمان هذا الدرع للحكام سي بوغرا المعروف عن كوكيل العدائين سي أزقاو نيابة عن الجميع. تحية لجميع الحكام، سقوا لهم بحرارة لأن جميع الرياضة. تحية لولاية جهة سوس ماسة، تحية للمجلس الجهوي للسياحة وكذلك جهة سوس ماسة والمجلس البلدي لأكادير. وإلى الصحافة السمعية المرئية المكتوبة والمصورة والإلكترونية منها، تحية لكل الشركاء والممولين. تحية إذن نسبق بحرارة إسماعيل الجمالي ابن هوارة المقيم بهولندا، رئيس جمعية أصدقاء سباطنة الطريق في كل من سطات سيدي قاسم المحمدية القنيطرة أكادير. وإن شاء الله غيكون سباق في العيون في الداخلة إن شاء الله من طرف تنظيم جمعية أصدقاء، وكنطلبوا من تحية للصحافة السمعية المرئية المكتوبة المصورة والإلكترونية منها. بطبيعة الحال لكم تحية من الزميل حسن البيضاوي من هنا حتى الدار البيضاء ومن هنا من طنجة للكويرة. سي مصداق، سي مصداق تفضل. استاذ مدير I'm gonna be